أخونا الأستاذ محمد، هل يجوز أن يدفن الرجل مع زوجته في نفس القبر شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والسلام. لا يجوز أن يدفن الرجل مع المرأة إلا في حالة الضرورة، كعدم وجود قبر، ضيق القبور. لكن الأصل أن يدفن الرجل في قبر، أو لو دفن معه رجال، والمرأة في قبر، ولو دفن يدفن معها نساء، فلا يجوز إلا في حالة الضرورة. نعم، جزاكم الله خيرا أخونا.